النادي الملكي للفروسية في دبي هو مش بس مدرسة تعليم، وهم أيضا بيخترعوا دائما وبيبتكروا شغلات جديدة، وحتى بيعملوا دورات للأشخاص اللي حابين يدخلوا عالم الخيل. لذلك اعتمدوا من بريطانيا بأنهم يكونوا النادي الملكي لتعليم الفروسية بشهادة من نادي الفروسية في بريطانيا. المزيد مشاهدينا عن هذا الخبر راح نشوف سوا هذا التقرير. نتقدم بهذا الإنجاز العظيم، الابتكار العالمي الأول من نوعه على مستوى العالم، نقدمه في النادي الملكي للفروسية في دبي لعالم الفروسية ولكل من هم منتسبين إلى عالم الفروسية من فرسان ومن متدربين ومن حتى الناس اللي هم حابين يدخلون في الفروسية ولا يعرفون أي شيء عن الفروسية. نتقدم لهم برنامج تأسيسي في الفروسية. المرحلة الأولى راح يكون هذا البرنامج، وقد تم تسميته الرخصة الملكية الدولية للفروسية، وتم اعتماد هذا البرنامج من المملكة المتحدة في بريطانيا من الجهات المانحة للشهادات المهنية والتطبيقية في بريطانيا على المستوى الرابع. كذلك لدينا أيضا مقترح تقدمنا به، وهو مقترح الدبلوم العالي، راح يكون من أجل تقديم برنامج إعداد القادة الفرسان، إعداد القادة الفرسان، وسيكون على المستوى الخامس من ضمن الشهادات المانحة في بريطانيا. كذلك عندنا مقترح أيضا تقدمنا به، وهو مقترح بكالوريوس في الفروسية، اللي هو بكالوريوس إعداد القادة الفرسان الأخصائيين والاستشاريين. هذا البرنامج أيضا راح يكون على المستوى السابع في مستوى المؤهلات الوطنية الخاصة بالشهادات التي تمنح في بريطانيا. فهذا البرنامج الأول الذي تم اعتماده وهو برنامج الدبلوم راح يكون على مدى فترة زمنية معينة، في إجمالي 210 ساعات تدريبية عملية ونظرية أيضا، ويكون أيضا هذا البرنامج من ضمن البرنامج المنهجي الذي سنقدمه لعالم الفروسية والذي تم اعتماده الحمد لله. كذلك نعلن عن اعتماد النادي الملكي للفروسية أيضا من قبل المملكة المتحدة ليكون أول مركز تدريبي ليقدم مثل هذا المجال. فهذا الإنجازين نقدمهم لعالم الفروسية، وأرفع أسماء التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو ملك الفرسان الشيخ محمد بن راشد المكتوم. هذا الإنجاز الذي هو ملهمنا الأول، الذي علمنا الابتكار وعلمنا أن نكون دائما سباقين عالميا في كل حسب اختصاصه وفي مجاله.